شكرا يا حاج سيد. الحاج محمود من الشرقية، اتفضل يا حاج محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أرد بقرة وريتها نص طير. علي صوتك يا حاج محمود من فضلك وبسرعة. عايز أرد بقرة هولشتاين فريزة وريتها نص طير. عندك بقرة هولشتاين فريزة مالها؟ لا أنا عايز أجيب، هل ينفع أربي ولا ما ينفعش؟ عايز تشتري؟ طب ما تشتري، يا ريت الناس كلها تبقى تربي عندها بقر هولشتاين في 100 100، يجيب لبن اكتر ويجيب معدلات اكتر ويبقى الانتاج القومي احسن. يا ريت تجيب يا حاج محمود. طب هي محتاجه كام في كام؟ محتاجه الدوار يبقى كام في كام ونظامه ايه؟ ولو سمحت عايز رقم التليفون. طيب يا حاج محمود، يبقى اتصل على اقفل اتصل على الكنترول هم يديهولك. بالنسبة لكام في كام، لو انت هتعمل مفتوح او هتعمل مربوط. لو هتعمل مربوط هو يا دوبك في 2 متر وراه، وبعدين في المجرى بتاع الروس تتحط وراها، والطوالة قدامك نص متر، يبقى نص متر طول الحيوان 2 متر، وراه نص متر تاني، يبقى المسافة كلها بتاع الحظيرة بتاعك 3 متر 3 متر ونص، دي عرض، والطول بتاعها زي ما انت عايز. عايز تربط واحدة 2 3 4 جنب بعض، الواحدة بتاخد حوالي 50 سنتي اللي هي المكان بتاعها، او بأقصى حاجة متر لو انت ايه هتوقفها في العرض، يبقى متر عرض في طول 3 متر. وشوف بقى الحظيرة بتاعتك هتكفي كام حيوان، ويبقى عن تحتها النظيف اول باول، والمجرى بتاع المياه بتاع حضرتك.